لا ده شكل قط، ده مدير بنك بالبيبيونة. ميو. العريس وصل، سلام كبير للعريس. يعني بقى شلبي اهو محشور ورا التلاجة. شلبي وكتي واقفة له، لو راجل اطلع. انا واقفه لك، انا مش هنام قاعده لك. لا انا غلبان. لا الاصوات ابتدت، فيلم الرعب ابتدى يا جماعه. كانها بتبص في مرايه. بلال اخدت كيتي علشان تليها شويه على الراجل الغلبان ده. شلبي اطلع بقى، اهرب بقى، اهرب. الله 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 الله، اي حركه غلط انا هضرب. احنا عيال جدعان قوي قوي قوي. خش يا شلبي، خش خش شلبي. هتبتدي المعركه. شوف مين هيكسب، شلبي ولا كيتي؟ يا عيني على أصوات. العب. كيتي متربصة، شلبي مش واخد باله. انتي هتخافي ولا ايه؟ ده انا بقول عليكي شجاع. لا هو كيوت ولابس، تحسيه لابس بدلة كده بالبتاع اللي حاططها في رقبته دي، مش زيك. كويسي ده كده، بيقول لها بيعرفها بنفسه على شلبي. مش ده بصي، قاعدة اللي هو ده بيتي وانت جاي ضيف حضرتك في البيبيونة بتاعته. ايه ايوه، انا اللي دخلت في القصة يا شلبي. يا لوحي شكلهم كيوت على الاخر. تحسيها هي عايزة تتعرف عليه وهو رخم قوي. كل ما تيجي تقرب منه هي معركة يا مامي. لا اطلع اجري. لا لا انا كنت بهزر، مش عايزاكم تضربوا بعض. لا ايه يا عمالة لفة يمين شمال وفتحت لف واحد ضربة. مالك مرعب كده، فيك ايه؟ خليك مكانك، انا كوشي مش اي حد. هي لطيفة جدا بجد، بص عايزة تتعرف عليه ورايحة جاية وتلعب في ديلها. هو هو قابلني، هو رخم كل ما تيجي. بص انا كيوتة وحلوة وقطقوطة، وهو بالبدلة لو هيبقى مدير بنك. هو بيقول حاضر بالراحة حبيبي، بالراحة يا بابا. انت ايه جعان ولا ايه حكايتك؟ كيتي ما بتاكلش كده، كيتي بتقعد تتأمر على الأكل. مطرح ما يهري يهري، مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يمشي يمشي. انت خصمين وهي على نغمة واحدة. مخدوش يا بابا، مخدوش يا بابا، مخدوش يا بابا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.